صباح الخير من جديد. طبعا شفنا من خلال احمد ابو حماد وقافله يوم جديد جزء هيك بسيط عم نطلعكم عليه من مدينه مادبا وقديش فيها تفاصيل سياحيه. يعني احنا كمواطنين جميل انه نروح نتعرف على هاي المدينه عن قرب، وايضا نشجع دائما السياحه من الخارج حتى يشوفوا المدينه بكل تفاصيلها. اليوم ايضا معنا فقره في غايه الاهميه وضيفتها ايضا متميزه دكتوره سناء الشعلان، وهي يعني استاذه ادب حديث في الجامعه الاردنيه، ومش بس هي استاذه هيك بتنشر العلم، ناشطه اجتماعيه بالاضافه لعدد الروايات، عدد المسرحيات اللي قدمتها، ادب اطفال، مجموعه كثير كبيره، يعني صعب كثير يمكن انه انا اعددهم، ولكن بحدود ال 54 عمل، وايضا الجوائز اللي حصلت عليها كثيره، 63 ولا 64؟ 63 جائزة، بالإضافة أكيد للجائزة الأخيرة جائزة كتارة في الدوحة في دولة قطر، وكتارة قلتي لي تحت الهواء اللي هي تعني قطر القديمة. نعم. صباح الخير. صباح الورد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا قدمتي يمكن لهذه الجائزة لعمل مش منشور لسه. نعم. هم اللي راح ينشروا لك إياه. نعم. وهي رواية للفتيان لليافعين بالعمر اسمها أصدقاء ديما. نعم. موضوعها رائع، موضوعها جميل، وأيضا تتميز إنها باللغة العربية الفصيحة. نعم. نحكي شوي عن جائزة كتارة وبعدين ندخل يمكن بموضوع الرواية. دكتورة سناء صباح الخير لوطننا الجميل ولكل من يشاهدنا في هذا الصباح الجميل. الحقيقة هذه يعني المسابقة أصبحت مسابقة عربية عريقة جدا، ويكفي أن أقول لك أنه تقريبا كما أعلنت إدارة الجائزة أنه كان في حول 2300 رواية مشاركة، والفرز احتاج لعام كامل وفريق عملاق من الأكاديميين، يعني لم تكن الأمور سهلة، ولذلك يعني أشعر بالفخر أنا وفريقي الأردني الحمد لله الذي فزنا بالجائزة. فزت فيها في حقل الأدب الأطفال، طبعا في رواية الفتيان غير منشورة، عن رواية طويلة اسمها أصدقاء ديما. رواية هي عبارة عن ملحمة للأطفال المعاقين، كيف يرون العالم؟ كل أبطال الرواية بالمناسبة بلا استثناء هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعهم عندهم حالات إعاقة ذهنية أو جسدية أو كلاهما، ولكن في كل مفاصل الرواية هم يتحدون هذه الإعاقة، يقدمون العالم كما يرونه للناس، ويحاولون الاندماج مع المجتمع، وفي النهاية يستطيعون ذلك لأنهم أصحاب إرادة حقيقية. إذن أبطال هذه الرواية جميعهم من ذوي الإعاقة. نعم. شو حاولت توصلي دكتورة سناء من خلال هاي الرواية اللي يعني باعتقادي يمكن ما بعرف أنا يعني مش قارئة لكل الكتب، ولكن يمكن ما في كتير روايات أبطالها كلهم من ذوي الإعاقة، يمكن. نعم. هاي حالة نادرة. نعم. لمثل هاي الروايات، شو الرسالة اللي كنت حابة أنك توصليها بالإضافة أكيد للجماليات اللي موجودة بالقراءة وبالمصطلحات وبالغنى اللي موجود باللغة العربية بما أنها باللغة الفصيحة؟ كانت الرواية تحدي حقيقي، لأنني عندما اخترت أن يكون الأبطال من ذوي الإعاقات كان هناك حاجة كبيرة للبحث العلمي، يعني كيف يقدمون حالاتهم. البطلة الرئيسية هي ديما من مصابة بمتلازمة داون، ومعها الأصدقاء عندهم حالات مختلفة من التوحد وغيره من الأمراض العقلية ومن الإعاقات، ولذلك احتاجت لدراسة كبيرة عن كيف يفكرون وكيف يرون العالم. ومن هذه الطريقة استطعت أن أحاول أن أفتح لهم باب على الأطفال الذين ليس عندهم أي إعاقات، كيف يمكن أن يجسروا معهم، وكيف يمكن للأطفال أن يفهموهم، وكيف هو يستطيع أن يتقرب إلى عالم. هؤلاء يرون العالم بطريقة مختلفة ويقدمونه بطريقة مختلفة، وهذه الطريقة المختلفة ليست متخلفة بالمناسبة. صحيح. هي أحيانا متقدمة، يعني حتى أحد أبطال الرواية هو يعاني من نوع خاص من التوحد، وهو نوع عبقري، يعني هو عبقري مصاب بالعبقرية، تخيلي. صحيح. هو ليس عادي، هو استثنائي. وبالتالي هؤلاء يعني يقومون برحلة غرائبية في عوالم مختلفة، يقابلون كثير من العلماء والمبدعين والمفكرين في أكثر من فترة تاريخية، ويستفيدون من تجربتهم في العبقرية والإبداع على الرغم أنهم أصحاب إعاقة. وفي نهاية الرواية هم يخرجون إلى العالم بتحدي أنهم يستطيعون أن ينجزوا وأن يكونوا جزء حقيقي ومهم من المجتمع. هم ليسوا عالة وليسوا مواطنين درجة ثانية في هذا المجتمع، هم أناس عندهم اختلاف فقط.
ما بين الواقع والفانتازيا. نعم. استخدمتيها في هذه الرواية رسالة نحتاج لها، وخاصة في مجتمعاتنا العربية اللي يعتبر يمكن ذوي الإعاقة عنده إعاقات كتير بالمجتمع، وليست فقط إعاقته هي التي تعيقه، ومن ضمنها أيضا أنه بيشوفوه شخص مختلف، شخص غريب. نعم. ممكن أنه أقل درجة بالضبط، أقل. نعم. درجة. نعم. ممكن أنه صعب كتير أنه يندمج مع الأطفال اللي ما بيعانوا من أي إعاقات معينة. هاي الرواية يعني بنصح ذوي الإعاقة أكيد بعد ما تنشر. نعم. بإذن الله أنهم يقرؤوها، وأيضا الأطفال اللي ما بيعانوا، لأنه رح توصلهم رسالة عظيمة برأيي. أغلب أعمالك، أو بديش أقول أغلبها، ولكن في جزء. نعم. كبير منها تحولت إلى مسرحيات. نعم. ويعني تحويل الرواية لمسرحية مش شيء سهل أكيد. أنت وبتكتبيها بتكوني عارفة هاي رح تتحول لمسرحية. رواية. نعم. أصدقاء ديما، ايش راح يصير فيها بعد ما تنشر؟ الحقيقه اداره جائزه كتارا عندها يعني رؤيه واسعه لفكره الجائزه. لا تقتصر على النشر الورقي، هي ايضا عندها فرع للترجمه للفرنسيه والانجليزيه، وعندها مشروع اخر لتحويل بعض الاعمال الى مسرحيات، وبعضها الى دراما تلفزيونية، وبعضها الآخر تقوم بتحويله إلى برامج على البرامج الذكية، بحيث أنك تستطيع أن تسمع وأنت تمشي، وهذا ما يسمى بالرواية المسموعة. يعني هم يفكرون بمشروع لتنشيط المشهد الروائي بأي شكل كان، ويقدمونها للأطفال بأي شكل مسلي، حتى أنه يستطيع أن يسمعه وهو يسير أو يلعب. ولذلك هناك أفق كثيرة ومحتملة لهذه الرواية. يعني دكتورة سناء، بهذا اللقاء البسيط ما بنقدر أنه نغطي كل الإنجازات اللي عملتيها. كتير عجبني أنه في كتير من رواياتك ترجمت للبلغارية. نعم. كتير من الروايات ترجمت للإنجليزية، فعم نحكي عن انتشار واسع لإلك. هلأ بالمستقبل إيش مخططاتك؟ هلأ قلتي لي بعد بسنة تقريبا بدك تروحي أيضا لقطر. نعم. توقيع. نعم. المنشور أو الإصدار الخاص برواية أصدقاء. نعم. ديما لست أنا فقط، كل الفائزين. يعني عند الجائزة عرف أنها في السنة الأولى يقوم يعني تستقبل الفائز وتعلن عن الجائزة ويستلم جائزته، في السنة الثانية يعود لتوقيع العمل، لأن الدار الجائزة ملحق فيها دار نشر أيضا، ودار نشر لها اطلاع عالمي ولها فروحها واهتماماتها، وتشارك بالمؤتمرات والمعارض العالمية. الحقيقة يعني جائزة كتارا استطاعت أن تصبح تحدي أو صورة، الصورة لكيف يكون هناك صناعة عالم الرواية. يعني لا الكتابة الروائية ليست فقط الكتابة، ما بعد الكتابة يكون أهم أحيانا، إنتاج الرواية، طبع الرواية، نشر الرواية، ترويج الرواية، هذا مهم، والأديب بالذات المبتدئ قد لا يستطيع القيام بذلك، لكن الجائزة تقوم بذلك بكفاءة كبيرة وبإنتاجية عالية وبحرفية. ولذلك أصبحت يعني هذه الجائزة جائزة عبور، يعني كل مبدع يمر فيها تحقق له مرحلة مهمة. صحيح. ما بعد جائزة كتارا خلال هاي السنة شو بدها تعمل دكتورة سناء؟ هل ملتي أكثر لأدب الأطفال راح شوية تكتبي فيه، ولا راح ترجعي للرواية؟ وأنت كاتبة بكل أنواع روايات سواء العاطفية الوطنية. نعم. أيضا للأطفال زي ما حكينا، شو هلأ حاسة مزاجك بيحكي وإلهامك؟ والله ألكسندرا يعني سوف تستغربي، اليوم صباحا يعني على الساعة 6 صباحا قبل أن أتهيأ للحضور كتبت آخر كلمة في روايتي الجديدة. ويعني واتصلت ببعض أصدقائي الذين يعزون علي وبشرتهم أنني انتهيت. قريبا سيكون هناك إصدار رواية جديدة لي. ممتاز. وهي رواية ليست للأطفال ولكن للكبار، لكنها تجربة تجريبية على مستوى الشكل والمضمون. هي تصور الواقع الآن، الواقع في الشرق كيف يكون، وما مدى تأثير ذلك على الإنسان، على الإنسان العربي. فيها كثير من التجريب، وفيها كثير من المغامرة، وفيها استثمار السيناريو وفكرة السينما والكاميرا السينمائية في العمل الروائي. شو سميتيها ولا لسه؟ أسميناها ولكن سر. أوكي. حتى تصدر رسميا. إذن قريبا جدا إصدار رواية جديدة لدكتورة سناء الشعلان. كل أمنيات الخير لك دكتورة سناء، تستاهلي كثير، وفعلا أنا كنت سعيدة جدا بقراءة السيرة الذاتية اللي خاصة فيك. فخورة جدا بوجود نساء أدباء أكيد في وطننا العربي. مزيد إن شاء الله يا ربي من التألق والنجاح ومزيد من الجوائز والروايات اللي ممكن انها تثري وتغني اكيد ذائقتنا الفنيه وايضا فكرنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. اذا مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير، ومن بعدها بنرجع لاستكمال فقراتنا لهذا الصباح. ابقوا معنا.